وصلت الآن الطائرة الملكية الأردنية القادمة من القاهرة إلى مطار الملكة علياء الدولي بعمان. أهلا ومرحبا أعزائنا. بساط الريح لا زال يحلق بنا في سماء الوطن العربي الكبير الحبيب، ويحط بنا هذا المساء في بلد عربي شقيق ألا وهو مصر الشقيقة. أعزائنا على القناة الأولى متابعي برنامج البيت عربي، وأيضا أعزائنا على القناة الفضائية العربية الأردنية، طاب مساءكم. لقد قطفنا لكم في حلقة الليلة من رياض بستان البيت عربي مجموعة من الورود التي هي بمثابة فقرات ننثرها أمامكم. علنا وكلنا أمل أن نحقق الهدف المرجو من هذا البرنامج، وأن نحقق التوأمة واللحمة التي ننشدها على الصعيد الإعلامي بيننا وبين كل الدول العربية. من ضمن الفقرات سنعرض مجموعة من الفقرات السياحية بين الأردن ومصر الشقيقة، وأيضا مجموعة من الفقرات الفنية، ولدينا أيضا لقاءات مع ضيوف برنامج البيت عربي وهم من الجالية المصرية وأيضا من السفارة المصرية، لنرحب بهم جميعا على طريقة البيت عربي، لنقول يا هلا بضيوف الأردن وضيوف البيت عربي، وإليكم ولهم أيضا هذه التحية. عمان يا دار المعزة والفخر، يا حرة ما دنس أثوابها، دار الكرامة والكرم وأهل الكرم، مفتوح للضيفان دوم أبوابها. عمان يا دار المعزة والفخر، يا حرة ما دنست أثوابها، دار الكرامة والكرم وأهل الكرم، مفتوح للضيفان دوم أبوابها. يا ديرة عشنا بها عمر هني، يا عز من كثرت عليها تعابها، يا ديرة عشنا بها عمر هني، يا عز من كثرت عليها تعابها. قوم افتحي لي حضنك اللي ضمني، من كنت طفل في طرات عشابها. سيد الأوطان يا كبدي أنا، إن كان كبدي لي فأنت أولى بها. يا سيد الأوطان يا كبدي أنا، إن كان كبدي لي فأنت أولى بها. نحميك في حد السيوف المرهفة، يوم المعارك داير دولابها. عمان أنا عاشق
من عمان دار العز والكرم كما سمعنا من خلال هذه الأغنية التي جاءت بصوت فنان الراحل فارس عوض. نقول باسمكم مشاهدينا وباسم برنامج البيت عربي مرحبا لزميلتنا من تلفزيون مصر الشقيقة وأيضا من القناة الفضائية المصرية السيدة منيرة كفافي التي ستشاركنا في هذه الحلقة من برنامج البيت عربي. أهلا ومرحبا بك سيدة منيرة، تفضلي. أهلا وسهلا أخت إخلاص. أهلا فيك. أهلا فيك. أهلا بضيوفنا الأعزاء في الاستوديو. والحقيقة قبل ما أبتدي أشارك في تقديم هذا البرنامج المتميز، الحقيقة بأشكر التلفزيون الأردني القناة الأولى والقناة الفضائية على إتاحة الفرصة وهذه الحقيقة الدعوة الكريمة إننا أجي أشارك في هذا البرنامج المتميز. لكن في البداية أحب أقول لك حاجة أخت إخلاص، إن خلال شهر رمضان أنا كنت بأتابع القناة الفضائية الأردنية بسعد بالمسلسلات التي كانت تقدم. هل هذا بطبيعة عملك الفضائية أو عمل محبي أن تشاهدي البرامج الأردنية؟ هو الحقيقة يعني فرضت علي طبيعة عملي كمعاون لرئيس القناة الفضائية المصرية لبرامج المنوعات والسهرات، وأيضا كمدير عام لبرامج السياحة في التلفزيون المصري، إن أنا يعني أشاهد القنوات العربية، لكن كنت بتوقف عند القناة الأردنية. وكان الحقيقة بيلفت نظري أكثر من مسلسل رائع خلال شهر رمضان، منها وشم على جدار الزمن. نعم. وأيضا مسلسل كوميدي هو عائلة مرزوق. مرزوق وسم. والحقيقة أخيرا بسعد برنامج يسعد صباحك، برنامج متميز للغاية، لكن اللي كان دائما بيعمل على تنظيم مواعيدي حتى تتفق مع مشاهدة هذا البرنامج المتميز سهرة الخميس لمخرجنا شاهر الحديد، مخرج هذا البرنامج أستاذ شاهر. هو الحقيقة بذل جهد. حاجة تانية الحقيقة بسجل الشكر لأسرة البرنامج، إن من ساعة ما وصلت إلى أرض الأردن وخاصة مدينة عمان وإحنا في التلفزيون الأردني، لم أشعر أني خرجت من تلفزيون مصر الحقيقة. يومين في المونتاج لاختيار الفقرات. طبعا انت وانت في بلدك اكيد. اهلا بك ست اخلاص الحقيقة. طيب هنبتدي تقدم لنا ايه؟ انا رح ابتدي زي ما شاهدوا الاخوة المشاهدين اللي شاهدوا تتر البرنامج وهي مقدمة البرنامج. جميلة. بانه كان حظ برنامج البيت عربي وايضا حظ السيدة منيرة بانه عند وصولك وعلى طائرة الملكية الاردنية كان هناك عريس وعروسة من مصر. بالزبط. جاءوا إلى الأردن ليتموا شهر العسل، إن شاء الله أيامهم بتكون كلها عسل بالأردن. نشاهد سويا هذه الدردشة السريعة. لحظات أخت إخلاص هقول لك حاجة. الحقيقة أنا دايما بحب أعيد في مصر الحقيقة في البيت زي عادتنا، يعني إحنا والأهل والأولاد والأصدقاء، فكنت شوية يعني كان في نوع من أنواع شيء من التوتر، أنا هعيد خارج بيتنا وخارج أرض بلدي، لكن حقيقي حسيت إن العيد عيدين ويمكن ده فالخير عروسة وعريس. أكيد طبعا. نشاهد سويا إن شاء الله. ما سرقت عين الكاميرا من خلال حوار سريع أجرته السيدة منيرة. شكرا. الحقيقة من مطار الملكة عليا بنلتقي مع عروسة وانت كنت معايا على الطيارة. اهلا بيكي. اسمك ايه يا ستي؟ سوزان. اهلا يا سوزان. وعريسك اسمه ايه؟ عابد. انت مصري ولا اردني؟ مصري. وبتشتغل في الاردن؟ نعم. هو حاجة جميلة قوي ان احنا نيجي على الطيارة، واضح انه هو يعني زيارة سعيدة. وانت ليه في الاردن قبل كده؟ لا اول مرة. طب تعرفي عريس قبل كده؟ ايوه. يا ربلك يعني. طب يعني اتجوزت ازاي؟ خطبت ازاي؟ تعرفيه منين؟ بنعرف بعض من مصر طبعا. من مصر يعني مثلا عن طريق مثلا العيله. شفتها اول مره طبعا لما هي تبقى اختي. ايوه تبقى مرت. عملت اخوك
انت واخد اختها، اخوك واخد اختها، واخوك كان مبسوط مع اختها قوي لما انت اتجوزت جمال. اخوك الحمد لله جمال. هتعيشي في الاردن يا سيدي جمال؟ هتشتغل ايه هنا؟ في محل خضره. طب حاجه جميله بين مصر وبين الاردن، حاجه في تكامل وتكافل في كل شيء. الزفه تستنى شويه، حاجه جميله. احنا طب يعني كل دول بقى اصحابك وحبايبك وجيرانك؟ اه طبعا. اهل العريس اخوات العروس. الف مبروك. وده هيطلع في التلفزيون الاردني البيت العربي وكمان في القناه الفضائيه المصريه. ايه رايك بقى؟ امتى الخميس الجاي؟ ان شاء الله. الساعه كام بعد التوقيت المحلي هنا الاردن؟ خلاص يوم واحد نفس الزمن يعني ولا نفس التوقيت؟ فرصه سعيده. ولا اولادك. شكرا. طبعا من أسرة برنامج البيت عربي وأيضا من المواطنين في الأردن بنحكي لضيوفنا العرسان. أهلا وسهلا فيهم ليقضوا شهر عسل جميل هنا في ربوع الأردن، والآن الجو جميل جدا لقضاء شهر عسل في أجواء الربيع. واسمحوا لنا أن نهديكم هذه الهدية المتواضعة من أسرة برنامج البيت عربي من خلال المادة التالية. من عمر الحضارة يا أول حضارة، من عمر الحضارة معجزاتك في لمساتك وبرمش الملكات. كنوز وعيشة من قبل خوفه، بتقول للعالم تعالوا شوفوا. كنوز وعيشة من قبل خوفه، بتقول نرجو أنها تكون الأغنية موفقة في اختيارها. هو الحقيقة أخت إخلاص يعني أكثر من موفقة، لأنها أغنية عن مصر بتؤديها مطربة عربية هي الفنانة وردة. وأنا يعني أحب أضيف أن فعلا مصر دايما بتفتح ذراعيها لكل المطربين العرب الحقيقة، وبنسعد بيهم
وبنفرح بيهم زي ما ساعدنا بهذه الهدية العظيمة للعروسين ولنا الحقيقة. شكرا. العفو. منيرة، من خلال جولتك في ربوع الأردن في الأيام الماضية منذ وصولك إلى عمان، قمت بعمل جولة أنت والكاميرا، يا ترى ما هو المكان الذي استرعى انتباهك شدك وعملت لمتابعي البيت عربي تقرير معين عنه؟ هو الحقيقة كان يوم جميل، سعدت بيه جدا، اولا بالطبيعه الساحره، بمجموعه التلفزيون اللي كانوا يعني اشتغلنا مع بعض، منهم المخرج المنفذ فراس، هو الحقيقه شخصيه ظريفه جدا، و يعني خرجنا من عمان لمسافة ساعة وصلنا جرش. الحقيقة أنا لما قالوا لي تختاري إيه، قلت أنا دائما بسمع عنها إنها بلد الأحلام، طلعت من مستوى البلد السياحية اللي فيها معالم أثرية من المحلية إلى العالمية، من مهرجاناتها المميزة، فأقدم لكم تقرير من جرش. وأيضا كان ضيفي رئيس البلدية اللي كان يعني ترك أولاده وأسرته في هذا اليوم حتى يرافقنا. إذن أعجبتي بجرش، ولك أيضا وله خاص، أنت كما ذكرتي في معرض حديثك حول المناطق السياحية. بالقطع، ده نوع من أنواع التخصص. فأوقات الفراغ من الأعباء الإدارية في العمل، الحقيقة في أوقات الفراغ بعمل مقدمة برامج. لن نطيل لنشاهد سويا ما عادتي من خلال التقرير التالي إن شاء الله. سيدة سادتي، نحييكم من المملكة الأردنية الهاشمية. الحقيقة لما طلب مني من أسرة برنامج البيت عربي أن أقدم تقرير عن منطقة من مناطق الأردن الشقيق، الحقيقة كان الاختيار صعب جدا، لأن الحقيقة المملكة الأردنية الهاشمية لما تجولت فيها يعني طوال أمس سعدت جدا، موقع مميز، معالم أثرية وسياحية، طرق ممهدة، خضرة وطبيعة خلابة، من أجمل مدن المملكة مدينة جرش. مدينة جرش العريقة، الحياة سعينا أن نقدم لحضراتكم هذا الريبورتاج منها، وسعيدنا أكثر بوجود السيد الأستاذ رضوان الشاعر رئيس بلدية جرش. أهلا بك أستاذ رضوان. أهلا بك. من منطقة من المناطق الأثرية القديمة في مدينة جرش، سعداء بوجودنا في هذه المدينة العريقة وبحضور حضرتك معنا، ونحب ندي نبذة سريعة عن أهم المعالم الأثرية اللي موجودة في مدينة جرش. بداية حقيقة بيسعدني أن أرحب بتلفزيون المصري العزيز وبالقناة الفضائية المصرية، وبهذا التمازج بينهم وبين التلفزيون الأردني وقناتنا العزيزة الفضائية، وإحنا سعيدين وحليتوا عيدنا بوجودكم منا، وهذه زيارة كريمة نقدرها ونثمنها، إلقاء الضوء على مدينتنا، المدينة العظيمة التي تستحق الكثير لتكون نفطا للوطن وعمادا وأحد الأعمدة الكبيرة لاقتصاده الوطني. جرش، حسب ما أسعف الوثائق التاريخية المؤرخون، يعتقد أنها يعود تاريخها لما قبل 5000 عام، ولكن الفترة الزاهرة منها بدت في العصر الروماني الذي ابتدأ في 63 قبل الميلاد. امتد هذا العصر الروماني بازدهاره إلى عام 635 ميلادي، حينما فتحها المسلمون بقيادة الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن جراح، وكان فاتح جرش بالذات من ضمن قادة الجيوش هو الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. في العصر الروماني شهدت جرش زي ما أنتم شايفين شواهد هذه الحضارة العظيمة، شهدت ازدهار كبير في البنيان وبالفن المعماري المتميز، وبنيت مدينة ضخمة بهذه وشواهدها موجودة، وكانت إحدى اتحاد المدن العشر الرومانية المشهور المعروف باتحاد ديكوبولس، وهو اتحاد تجاري يشبه إلى حد بعيد المجلس الأوروبي، مجلس دول أوروبا المشتركة.
هذه المدينة شهدت بالفترة الرومانية عراقة كبيرة وفن معماري ظاهر وحركة تجارية نشطة وأعداد سكانية هائلة. ومع الأسف في عام 746 ضربتها الهزة الكبيرة المعروفة فهدمت أجزاء كبيرة جدا منها. المدينة لا تتألف من هذا الجانب الغربي الذي نقف فيه فقط، ولكن هناك شرق النهر، نهر الذهبي المعروف رومانيا النهر الذهبي، هناك شرقه أيضا مدينة أخرى تحت الركام بنيت على أثارها المدينة الحضرية الحالية. وبفضل الله ورغم ذلك هناك شواهد أثرية موجودة ضمن المدينة الأثرية. والحقيقة مدينة قرش خرجت من مستوى المدينة المحلية إلى العالمية، وده يمكن يرجع لأن بيقام فيها العديد من المهرجانات الثقافية الفنية والعروض اللي بتقدم. ناخد فكرة عن أهم ما يقدم في مدينة قرش. ابتدأ مهرجان قرش الثقافة والفنون سنويا كظاهرة سنوية لمدة 20 يوم تقريبا تقام بين أثارات جرش وتعيد الحياة لهذه المدينة الأثرية التي تشاهدينها الآن. يعرض فيها ألوان متعددة من الأعمال الثقافية والفنية العالمية والقومية والمحلية. وهذا المهرجان حقيقة له فائدة كبيرة جدا على جرش المدينة وجرش المواطن بأنه استطاع أن يسوق اسم مدينة جرش عالميا، فأصبح الآن لا يوجد مواطن أتصور في العالم إلا ويعرف مدينة جرش من خلال مهرجانها السنوي للثقافة والفنون. هذا العطاء الخير الكبير الذي نقدره ونثمنه ونسجله عرفانا للقيادة الهاشمية ولجلالة الملك وجلالة الملك نور. شكرا أستاذ رضوان، بنشكر حضرتك على إجراء هذا الحوار، وإن احنا الحقيقة في العيد ويعني بنقول إن احنا أخذنا من وقتك ومن يوم الأجازة، فبنشكرك وبنتمنى لك التوفيق وأيضا لكل العاملين في بلدية مدينة قرش الحبيبة كل تقدم وكل توفيق. والحقيقة بنتمنى لكم يعني الصحة والسعادة وكل عام وأنتم ست إخلاص. مفاجأة تانية الحقيقة عظيمة، وهي يعني غناء المطربة المصرية العربية نجاة الصغيرة في قرش أيضا طبعا، والحقيقة جميل، تسجيل يعني ممتاز ونادر. طب أسألك رأيك إيه بقى في الريبورتاج اللي أنا قدمته من قرش؟ ريبورتاج جميل، أخذتينا فيه على جرش من خلال هذه اللوحة، وهي جرش التي تغفو على صدر التاريخ حالمة بالعز والكبرياء منذ أن بنيت. حقيقة رأينا جرش من خلال مذيعة مصرية، أي جرش في عيون مصرية، وكانت اللوحة جميلة بالفعل. وأجمل من ذلك نجاة الصغيرة اللي كما تقولون قدمها لأحلى مشاهدين في الدنيا. شكرا. هو الحقيقة دلوقتي احنا برضو بننتقل الى مكان اثري اخر او مكان جميل، بنطير للأقصر، بس من خلال هذا الطيران هنقدم صورة عن جميلة الجميلات نفرتاري، وهي ملكة مصرية عظيمة. انا احب اقولك حاجة، ان فعلا الحمد لله بنحمد الله أننا أبناء يعني هذا الوطن، لأن دايما المرأة المصرية يعني منذ القدم واخدة حقها. فمصر الحياة كان فيها أكتر من ملكة، وفي كل العصور الحقيقة يعني من بداية الملكات في العصر القديم الفراعنة حتى يومنا هذا نهاية، فبنحمد الله وبنسجل هذا الشكر. حقيقة هي مصر غنية بنيلها اللي أكيد كل الناس بتسمع عنه، اللي بيشرب ينشئ تشيلي قبل التسجيل يرجع لك، وأيضا غنية بأهراماتها التي هي أشهر من أن تعرف. حقيقة المواقع الأثرية جميلة جدا بمصر، وهي كثيرة ومتعددة، لن نجحفها حقها من خلال تقرير واحد نقدم بس، لأنه فيها مناطق لا احنا هناخد الحياة تقرير آخر يمكن اللي انت حضرتي. هي دايما بنقول نفرتاري جميلة الجميلات، زوجة رمسيس اللي حكم مصر 76 سنة. نشوفها مع بعض. نشوفها مع بعض. تفضل. في مدينة الأقصر، مدينة السر في جوف التاريخ، تستطيع أن تستقرأ صفحات التاريخ
وتتعرف على قدرة الإنسان المصري الذي استطاع أن يواجه الجبل ويتحدى الصخر. على ضفة نيل الأقصر الشرقية حيث تشرق الشمس قامت مدينة الأحياء، وعلى ضفتها الغربية حيث تغرب الشمس قامت مدينة الأموات التي تضم معالم أثرية خالدة تنطق بعظمة الفنان المصري الذي استطاع أن يجعل من الحجارة حضارة، ومن الصخور قصور، ومن هجير الصحراء واحة فيحاء تنبض بأجمل ما في الحياة. من عمائر ملك ملوك مصر رمسيس الثاني في البر الغربي لنيل الأقصر معبد الرمسيوم الذي لا يزال رغم تهدمه يدل على ما كان له من روعة وجمال. وفي البر الغربي أيضا أقام الملك رمسيس الثاني مقبرة زوجته الجميلة نفرتاري في صخر واد له سحره وجماله الطبيعي، عرف قديما بالمكان الجميل، خصص لإقامة مقابر ملكات وأميرات الأسرة المالكة. وتعتبر مقبرة الملكة نفرتاري أهم جميع هذه المقابر نظرا لمناظرها الجميلة ورسومها الجذابة وألوانها البهيجة. احتلت ميرت إن موت الزوجة الملكية الرابعة التي عرفت في التاريخ بالزوجة الملكية العظمى طاهرة اليد جميلة الوجه نفرتاري جميلة الجميلات مكانة خاصة في قلب زوجها رمسيس الأكبر سيد العالم الذي حكم مصر 76 عاما. فدفعه حبه لها أن يخالف الأعراف الملكية التي تفرض زواج ملوك مصر الفراعنة بأميرات البلاط الملكي. ولم تكن نفرتاري أول من حمل هذا الاسم، فلقد سبقتها إليه الملكة أحمس نفرتاري. سجلت آثار الملكة نفرتاري وآثار زوجها الملك رمسيس الثاني التي ملأت عرض مصر وطولها ألقابها الملكية التي أكدت علو منزلتها ومكانتها السامية عند زوجها الملك رمسيس الثاني لابن المفضل لوالده الملك سيتي الأول، فعرفت بالزوجة الإلهية ربة مصر السفلى والعليا، سيدة القصر، كبيرة حريم حورس، أحلاهم التي يحيا من يسمع صوتها. لم تحمل الملكة نفرتاري قبل زواجها بين ألقابها ما يشير إلى انتسابها إلى أي أصول ملكية، فلم تسجل سيرة نسبها أنها عرفت بلقب ابنة الملك أو أخت الملك أو بألقاب أخرى كانت تسبق أسماء أميرات القصر الملكي. ولو أن البعض يعتقد أنها ابنة الملك سيتي الأول من زوجته الملكة تويا. ومن المرجح أن نفرتاري قد تزوجت من رمسيس الثاني وهو في سن 14 من عمره وربما قبل ذلك، وأنه أنجب منها وهو في سن 16 الأميرين حور إن إف وخعمواس، بعد أن أمر والده الملك سيتي الأول بتتويجه كما لو كان ملكا، وأن يشاركه الحكم في حياته، وأن يضع على رأسه التاج الأكبر. آه
منيرة مشهدنا جميل جدا. بعد لحظات سأنقل الإخوة المشاهدين اللي عم بيتابعونا الآن وأنقلك أنت أيضا إلى فقرة فيها سحر التاريخ. إلى مدينة. إلى أين؟ إلى مدينة نقشت في الصخر ألا وهي البتراء، المدينة الوردية الجميلة. وما يميز البتراء حقيقة للزائر إليها هو أنه لما بدخل عليها يتمنى أن يمكث فيها أكثر وأكثر، فراقها صعب جدا. أعتقد أنه الدقائق القادمة من خلال ما سنشاهد ستعبر أكثر مني. هو الحياة إخلاص يعني شكرا لك، لأن أنا فعلا كان نفسي أروحها لكن للأسف ما عنديش وقت لأن أنا مضطرة أرجع مصر. فكويس ننقلك في لحظات سريعة إلى البتراء. إلى البتراء نشاهد. طبعا كلمة حق يراد بها حق، والجماليات التي جميلة شاهدناها كانت جميلة من إخراج زميلتنا المبدعة فيكتوريا عنيش. وأنا الحقيقة تعرفت يعني عليها النهاردة وهي واضح أنها مخرجة متميزة في يعني هذه النوعية من الأفلام التسجيلية. الفقرة اللي عندنا بعد كده الفقرة التالية واللي رح هلأ نسمعها على الهواء مباشرة لفنان كبير أقول عنه عندما يعبر الفرسان شعاب الأغنية العربية يترجلون لتحية فارس امتطى سهوة جواد الغناء العربي فأجاد وأبدع. معنا نجمنا الأردني والعربي الكبير الأستاذ إسماعيل خضر. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك سيد إسماعيل. وأكيد مش غريب عليكم. لا هو لأنه مش غريب علينا، فتسمحي لي أنا أجري مع هذا الحوار. أهلا سيد إسماعيل. أهلا وسهلا. اتفضل. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. اتفضل سيد إسماعيل. هو الحقيقة قبل ما نبتدي حوارنا يعني هقول لك حاجة، في أغنية هطلبها منك تغنيها، لو وافقت تغنيها هنعمل الحوار، إيه رأيك؟ لا أنا هوافق إن شاء الله. يا طير يا طاير. ها يا طير يا طاير، يا سلام. أستاذ إسماعيل الحقيقة يعني حضرتك مش غريب علينا، وأنت ضيف عزيز دائما في مصر، لك أكتر من أغنية، ونعرف بقى بدايتك كانت فين وانتهت لفين. قصدك وصلت لفين؟ القمة.
أستي أنا بدأت في الوسط الفني من سنة 57. مش 67؟ لا والله 57. بداية طبعا في إذاعة الحبيبة الإذاعة الأردنية، وطبعا سجلت أغاني عدة منها العاطفية والغزلية والقصيدة والأنشودة، ومن ضمنها بعض الأغاني المحببة والقريبة يمكن لأذين المستمع والمشاهد. هو الحقيقة في يعني كتير من أغانيك محببة إلى أذان المستمعين المصريين، ويمكن برضو من خلال صوت العرب الحقيقة كنا بنسعد بسماعك، فبالقطع لك ذكريات. أكيد هو كان متواجد، نحكي عن فترة تواجدك في مصر وعملك هناك لفترة طويلة. أولا أنا يعني لما دخلت، لما سافرت مصر البلد الحبيبة من الأردن، كان طبعا ضيوفنا اللي هم الأساتذة الأستاذ أمين بسيودي والأستاذ وجد الحكيم والأستاذ كامل البطار، فسمعوني حقيقة ودعوني إلى حفلة صوت العرب، طبعا لكل فنان عربي أن يمثل بلده بالضبط، وده حق علينا يعني. الله يخليكم، أنتم بلد العرب وبلد الفن يعني طبعا. أهلا بك. نسمع الأستاذ إسماعيل ولا نقضي؟ لا احنا برضو عايزين نشوفه. لا أستاذ إسماعيل شوية طبعاً. نعرف ذكرياته إيه بقى مع الحقيقة مع مصر، يعني يعني أحلى الذكريات إيه؟ ذكرياتي إن أنا يعني شاركت مع كل الفنانين الموجودين منهم الله يرحمه منهم الباقيين، فكانت أسعد لحظات حياتي إن أنا كنت أشترك معهم بكل الحفلات، هذه أسعد لحظات حياتي لأن قضيتها في مصر. عموما أهلا بك في مصر، والحياة دلوقتي هنسمع يا طير يا طير إن شاء الله. أنت فيها يعني. صدق بالله. وأغنية تانية يعني حضرتك برضو أستاذ إسماعيل لك أكتر من أغنية بالنسبة للطيور. على جناح الطير. لبعد سلامي طبعا، لبعد سلامي لمصر ولكل البلاد العربية. أهلا بك، تفضل. أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. دربك ع باب الله يا طير يا طاير، دربك على باب الله الله الله، هات البشاير وامشي في ارض الله، هات البشاير وامشي في ارض الله، يا هي يا طير يا طاير، دربك على باب الله يا طير يا طاير، دربك على باب الله الله الله. يا رايح قوم بليل واحمل سلامي إلى حبيب الروح شفته بمنامي، إلى حبيب الروح شفته بمنامي، يا رايح قوم بليل واحمل سلامي، يا رايح قوم بليل واحمل سلامي إلى حبيب الروح شفته بمنامي، إلى حبيب الروح شفته بمنامي، يا هي يا طير يا طاير، دربك على باب الله طير يا طاير، دربك على باب الله الله الله. We'll be right back.
وباشر طلون وعطي ليل نبشر بوسخ من العيون كل يوم أقول اليوم وباشر طلون وعطي ليل نبشر بوسخ من العيون يا طير يا طاير درك على باب الله 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 طير يا طاير درك على باب الله الله طير يا طاير دربك على باب الله يا طير يا طاير دربك على باب الله وهات البشاير وامشي في أرض الله وهات البشاير وامشي في أرض الله يا 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 طير يا طاير دربك على باب الله يا طير يا طاير أجلك لبي عرو خدني بحنانك لأجلك لبي عرو خدني بحنانك لا تبتعد وتروح ومني بدالك لا تبتعد وتروح ليل بدال لأجلك لبي عرو خدني بحنانك لأجلك لبي عرو خدني بحنانك لا تبتعد وتروح ومنين بدالك لا تبتعد وتروح منين بدالك يا 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 طير يا طاير درك على باب الله يا طير يا طاير درك على باب الله 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 يا طير يا طاير دربك على باب الله 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 هات البشاير بشاير وارض الله ارض الله هات البشاير وامشي بارض الله يا طير يا طاير دربك على باب الله يا طير يا طاير دربك على باب الله يا طير يا طاير دربك على باب الله جناح الطير على جناح الطير لبعت سلام وأقول يا مساء الخير أول كلام على جناح الطير لبعت سلام وأقول يا مساء الخير أول كلام طولت علينا كتير وبتقولوا بكير طولت علينا كتير بتقولوا بكير على جناح الطير لبعت سلام س
صرت من الغياب وبعد عنا يا حباب، وانتو الاهل والروح وانتو اعز اصحاب. صرت من الغياب وبعد عنا يا حباب، وانتو الاهل والروح وانتو اعز اصحاب. صرت من الغياب وبعد عنا يا حباب، وانتو الاهل والروح وانتو اعز اصحاب. طولتوا علينا كتير وبتقولوا بكير، طولتوا علينا كتير وبتقولوا بكير، على جناح الطير لبعاد سلام. مسأل عليهم ما عرف هواهم، راحوا وغابوا فكرين معاهم. مسأل عليهم ما عرف هواهم، راحوا وغابوا فكرين معاهم. مسأل عليهم ما عرف هواهم، راحوا وغابوا فكرين معاهم. بسأل عليك ما عرف هواك، بسأل عليك ما عرف هواك، بسأل عليك ما عرف هواك، بسأل عليك ما عرف الرائعة. وفيت بوعدك، والحقيقة أحلى أغنيتين من أغانيك أنا بحبهم، أغانيك كلها حلوة، دول الحقيقة مفضلين عندي. شكرا جزيلا. فبسجل شكرا. أكيد رح يضل معنا فنان إسماعيل خضر حتى نهاية السهرة، ورح تسمعي أغاني أجمل من هيك، لأنه لسه الأستاذ إسماعيل زي ما بقوله مش متجلي لسه، مظبوط يعطينا أكيد أجمل. شوية. إن شاء الله. شكرا لفنان إسماعيل خضر، ولنا عودة أخرى معك. وأيضا بالمناسبة اسمحوا لي أني أشكر الإخوان اللي رافقوك على الدف، وأيضا على الإيقاع الأستاذ محمود وأيضا الأستاذ سميح. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية.
أخت منيرة نجري بعض اللقاءات. يا ريت والله، إحنا عندنا ضيوفنا موجودين، ضيوفنا الأعزاء، ضيوف البيت العربي، ونبدأ من عند الأستاذ مرسي الحلواني. بما أنك أنت هنا في الأردن الوزير المفوض التجاري ومدير عام الشركة المصرية الأردنية، ماذا لك أن تقول لنا في موضوع التجارة وهذه العلاقة التجارية القائمة بين الأردن ومصر وتبلورت من خلال إقامة شركة مصرية أردنية في الأردن؟ هي الشركة المصرية الأردنية للاستثمار والتنمية ما هي شركة تجارة بالمعنى، هي شركة قابضة لاستثمار أموال الحكومتين في إنشاء شركات في الأردن ومصر. أما من ناحية العلاقات التجارية، فالعلاقات التجارية دايما كانت بين الأردن ومصر متميزة، أولا لأسباب عديدة، تكامل، في نوع من التكامل بين الإنتاج المصري والإنتاج الأردني وطلبات السوق الأردنية وطلبات السوق المصرية، في قرب المسافة والنقل البري عن طريق العبارة بيسهل أمور كتير. فأنا متفائل بمستقبل التجارة، خصوصا بعد ما تتم اجتماعات اللجنة العليا الوشيكة ويوقع اتفاق المنطقة الحرة بين مصر والأردن، وده هيبشر بخير كبير قوي للبلدين إن شاء الله. إن شاء الله. بدي أسألك أستاذ مرسي، كم عام لك مقيم في الأردن؟ سنتين، عامين. خلال هالسنتين ما هو انطباعك عن تواجدك هنا في الأردن وعلاقاتك مع من هم مهتمين في أمور التجارة وما إلى ذلك، لأنه أكيد أنت دائما مشغولين في هذه المواضيع؟ هو أنا من عشاق مدينة عمان. أنا مدينة عمان هي أول بلد عربي في حياتي أدخله. أنا عشت في بلد أوروبية وأسيوية كتير فترات طويلة، لكن انطباعي عن عمان بلد في غاية النظافة والجمال. طبعا هي مبنية على روابي نسميها تلال، سبعة تلال، فالمناظر من أي حتة جميلة، من أي بيت في منظر جميل. النظافة المطلقة في الشوارع بتعكس نظافة الشعب، الشعب الأردني شعب نظيف. أنا فت في بعض الأوقات في أزقة وأماكن يعني كان المفروض أن تكون يعني غير نظيفة بالشكل الموجود ده، لكن فوجئت وبهرت بالنظافة المطلقة حتى بين الطبقات البسيطة جدا. فبلد الحقيقة جميلة. أما انطباعي عن الإخوة اللي بتعامل معاهم، فجميع الناس أفاضل جدا، وبيبهرني في الأردن الثقافة العالية لطلبة الجامعة وطلبة حتى المدارس الثانوية والخريجين حديثي التخرج، ثقافتهم واسعة جدا فعلا. بشوفهم بيتكلموا في التلفزيون في بعض البرامج، بشوفهم مثلا في برنامج نعم صحيح في بعض البرامج المسابقات والبتاع، معلوماتهم واسعة فعلا، يعني بتبزي دول كتير في المعلومات. فده يدل على ان التعليم في الأردن تعليم جيد وممتاز، ونرجو لها كل خير. ونحن نرجو لك ولجميع أشقائنا من مصر طيب الإقامة في بلدهم الثاني الأردن، وأنتم بين إخوتكم وأحبائكم وأشقائكم، أهلا وسهلا فيكم. أشكرك كثير. أهلا فيك. أيضا معنا الأستاذ سامي إمام، المستشار الإعلامي في السفارة المصرية في الأردن، نقول لك أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. هل لك أن تحدثني ولو أنه الوقت لا يسع بأنه من ناحية الإعلامية أن يذكر الإنسان أو الشخص المتخصص في هذا المجال كل ما يريد، لأنه حقيقة موضوع كبير ومسؤولية كبيرة على عاتق أي واحد إعلامي؟ تمام. فكعملك أنت كمستشار إعلامي في السفارة المصرية الموجودة في الأردن، ماذا يمكن لك أن تحدثنا حول العلاقات الإعلامية المصرية الأردنية في هذا المجال؟ الحقيقة العلاقات الإعلامية بين مصر والأردن علاقات متميزة وعلاقات جيدة في أكثر من مجال، سواء على بالنسبة
للعلاقات بين أجهزة الإذاعة في بالنسبة للإذاعة، التعاون بين الإذاعة المصرية والإذاعة الأردنية، أو بالنسبة للتلفزيون الأردني والتلفزيون المصري. بالنسبة لزيارة الوفود الإعلامية، في زيارات وفود إعلامية بين البلدين. بالنسبة طبعا برضو ل يعني الصحفيين نفسهم، بيبقى في زيارات متبادلة بين صحفيين أردنيين وصحفيين مصريين. يعني هي علاقات عموما يعني تبشر بالخير، وعلاقات يعني بصراحة يعني بتربط بلدين عربيين شقيقين. ويعني بما أنك ذكرت في معرض حديثك كمستشار إعلامي للسفارة بأنها علاقات جيدة على الصعيد الإعلامي، ما رأيك بهذه النواة البسيطة وهذا العمل المتواضع، برنامج البيت عربي الذي يؤكد ما ذكرت من خلال حديثك؟ الحقيقة هو برنامج الحقيقة جميل، وأنا أشكر التلفزيون الأردني أنه أتاح لنا الفرصة دي للظهور في هذا البرنامج. طبعا هو برنامج بيعكس يعني العلاقات الأخوية بين البلدين الحقيقة الشقيقين، لأنه بيعرض يعني نماذج للحياة المصرية وللشعب المصري، إلى جانب طبعا برضو الحياة في الأردن والجانب الأردني. فدي يعني بتعكس برضو روح الأخوة والعلاقات الطيبة بين البلدين الحقيقة. يعني أكيد إن شاء الله. ابنك شريف أتعرف عليك؟ شريف سامي إمام. أهلا وسهلا فيك يا شريف. أعتقد بأنه ما قلكش فترة طويلة أنت بالأردن. لا يعني حوالي 7 شهور. 7 شهور. أنا لاحظت اهتمامك، ونحن عم نعرض فيلم قصير عن البتراء، لاحظت أنه عندك اهتمام كبير في هذا المجال، وكنت عم تحدث والدك أنه ليش ما أخذتني على البتراء. تحكي لي شو انطباعك عما شاهدت؟ لا، هي البتراء دي بصراحة يعني أجمل مدينة في الأردن، وهي جميلة مدينة ومليانة مليئة بالأثار الكثيرة والعريقة والقديمة، وهي تقريبا نحتها الأنباط العرب في الأردن، يعني مش فاكر من حوالي كم سنة كده. لا بس معلوماتك السياحية ممتازة جدا. بحب السياحة وبحب الأثار قوي، بحب يقرأ عن الأثار، وعجبته جدا فعلا الأثار في الأردن، ودايما يقرأ عنها ويطلب مننا نجيب له كتب أردنية عن الأثار. لا، هذا وعد من برنامج البيت العربي أنه يكون لك رحلة خاصة لزيارة البتراء وترى معالمها. وبتمنى بس الفرصة ما ساعدتنيش أن أنا أوديه فعلا المناطق الأثرية هنا زي البتراء وجرش والحاجات دي، لكن أنا إن شاء الله في المستقبل القريب هاخده سوزان أخته إن شاء الله، يعني أعرفه على المعالم السياحية الأردن لأنها بالفعل معالم جميلة فعلا. يعني إن شاء الله. وأهلا وسهلا فيكم مرة أخرى. مدام منيرة، يبدو بأنك بدك تجري لقاء مع أحد ضيوفنا. هو الحقيقة إحنا مفروض إن إحنا نجري لقاء، لكن بقول حاجة، إن إحنا نقدم فاصل من الرقصات. إيه رأيك؟ عندنا الحقيقة في مصر فرقة رضا للفنون الشعبية، وهي أول فرقة استعراضية نالت العديد من الجوائز في المهرجانات. وأنا الحقيقة في دايما رقصة بتعجبني قوي، كانت بتؤديها السيدة فريدة فهمي، وعجبا لغزال. نشوفها سوا. نشوف سوا ونستمع أيضا لهذه الأغنية الجميلة مع بعض. عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب اللعبة، كم بالأفكار وبقلوب اللعبة. يا لا يا لا لا لي عجبا لغزال قتال عجبا،